بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا وأصدقائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم اليوم في بداية حلقة جديدة وحلقة مميزة إن شاء الله تكون باتصالاتكم وبتواجدكم معي فيها. اليوم في كيف مستمعينا كيف تزيد مستوى ثقافتك. اليوم بنتناقش في هذا الموضوع أصدقائي بشكل مختلف شوية. اليوم ما نبغى نقول مثلا أنه كيف تزيد مستوى ثقافتك، روح امسك كتاب وجب مصادر الثقافة ومصادر معلومات وابدأ اكتب وابدأ يعني لخص. العصر الحديث يعني يمكن الجميع يلاحظ أن الشباب يشوف أنه موضوع قراءة الكتب شيء في بعض الأحيان يعني يكون ممل بالنسبة للبعض، خصوصا اللي عنده دراسة جامعية ومذاكرة طوال اليوم، وحتى الشباب الموظفين. انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي، زادت مصادر المعرفة وزادت طرق وتنوع التعلم فيها. من أهم المواد اللي تقدم لك فائدة ومعلومات تضيف لك الشيء الكثير هي الأفلام الوثائقية. يعني في بعض الأحيان ممكن أنت تعرف عن قصة يعني شخصية تاريخية من خلال فيلم وثائقي أو من خلال فيلم فيلم هوليوود أو غيره. الكاتب الجميل الأستاذ فهد عامر الأحمدي في إحدى مقالاته الرائعة قال: خير جليس في الزمان فيلم وثائقي مش الكتاب. استبدل الكتاب أو استبدل، خلينا نقول الأستاذ فهد، شطر البيت الشهير للمتنبي خير جليس في الزمان كتاب، استبدلها بفيلم وثائقي نظرا لمتغيرات العصر. اليوم وكالعادة ويوم الخميس احنا نحاول دائما نطرح مواضيع خفيفة يوم الخميس. ضيوف هذه المواضيع هم أنتم مستمعين الكرام. نبغاك تقول لنا على فيلم وثائقي أو أي مادة إعلامية أو مرئية فيها فائدة عظيمة تتواصل فيها معنا عن طريق طبعا الاتصال على هاتف البرنامج اللي هو 011-268-44-88. وممكن انك تتابعنا ايضا من خلال، انا قاعد احاول افتح اللايف على الانستا ما اشتغل معي، ما ادري وش السالفه بس قاعد احاول اشغله الان. كمان تقدر اذا ما ماسك معك الخط ممكن تشاركنا من خلال تويتر على حساب اذاعه MBCFM او على حساب ياسر الشمراني، وترسل لنا مثلا بوستر لفيلم وثائقي تنصح بمشاهدته، خصوصا ان مقبلين على ويكند وممكن البعض يسهر في الويكند على فيلم مفيد على شيء شيق. اعطينا شيء ممكن نسهر عليه في الويكند. مجهزين لكم بعض الافلام الوثائقيه المفيده، بنحطها ان شاء الله على حسابنا في تويتر. وسؤالي للمستمعين الكرام: ايش هي المصادر اللي تزيد من ثقافتك ومعلوماتك؟ هل تشاهد الأفلام الوثائقية أو تفضل أي وسيلة أخرى لزيادة ثقافتك أو معلوماتك؟ راح طبعا أتطرق لكثير من المواضيع في هذا الموضوع اللي هو كيف نزيد الثقافة مع بعض المقالات وبعض المعلومات اللي راح أقولها لكم خلال هذه الحلقة. أذكر مرة ثانية لأي شخص حاب يشاركنا في موضوع اليوم 011-268-44-88 وقول لنا وش الشيء أو وش هو المعلومة اللي ممكن نستفيدها ثقافيا ونسهر عليها هذا الويكند. نتوقف لفاصل إعلاني قصير، يعني مش قصير مرة، يعني يمكن دقيقتين ونص أو ثلاث دقائق، ونرجع بعدها نستقبل اتصالاتكم، فكونوا معنا. يا هلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، اهلا وسهلا فيكم. زي ما قلت اليوم مستمعينا كيف نزيد مستوى الثقافة، وضربنا مثال بأنه يعني الآن تنوعت مصادر المعلومات، الزمن تغير، يعني يمكن الكتاب في بعض الأحيان البعض يمكن لا يستهوي مثلا قراءة الكتب بشكل مستمر، ويعني صارت كثير يعني، وفي بعض الأشخاص ممكن يقول أنه القراءة تأخذ مني وقت وأحتاج إلى ترفيه وسائل مختلفة، مع العلم بأن القراءة يعني مش بس أنه أنت تتثقف فيها، أنت تتعلم فيها أشياء مرة كثير، من حيث اللغة، من حيث الكتابة، من حيث مخارج الحروف، أمور جدا كثيرة. خليني ما أبغى طبعا أطول على مستمعين الكرام وأستقبل اتصالاتكم، وقولولنا وش هو الطريقة اللي بالنسبة لك تزيد ثقافتك فيها لمعلوماتك العامة. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. يا هلا ومرحبا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك يا سلام. الله يسعد مساك المستمعين. يا هلا ومرحبا، حياك الله. من معي؟ آخر ليلة إن شاء الله ليلة خميس تكون مفعمة بالروح والمحبة والإخاء إن شاء الله يا رب. تعرف عليك بس
خالد المالك. هلا وسهلا يا خالد، حياك الله. هاي خالد، قل لنا ايش هي مصادر اللي انت تزيد معلوماتك فيها، وهل تشاهد افلام وثائقيه ولا او تفضل وسيله ثانيه؟ بالضبط هذا الموضوع بالذات اخوي ياسر، انا عندي مصادر الدخل، لكن الافلام الوثائقيه ما بعتمد عليها كثير يعني في هذا الجانب. انا تقريبا بعتمد على جانب مهم جدا من مصادر التنوع، وهو الموسوعات. الموسوعه دائما الموسوعات تكون ثريه في التخصص اللي اعطيني موسوعه. اخر موسوعه قراتها والله يا ياسر اني ابحث على موسوعه اسمها الموسوعه البريطانيه، اسف العربيه البريطانيه. عن ايش تتكلم يعني؟ اخذت يعني بريف عنها ومختصر. ايوه هذه تتكلم عن جميع مناحي الحياه يا استاذ ياسر، بما فيها الاقتصاد، وتتكلم عن جل الامور الحياتيه التي تخص الانسان اخوي ياسر. مفعمة بالمعلومات ومليئه. من دلك عليها؟ والله دلني عليها يا استاذ ياسر شخص كان يشتغل معايا، هو بالاساس يعني من خريجي مركز طائرات التايفون. جميل، يعني انت تستهوي الموسوعات والكتب اكثر من المصادر الاخرى لتنوع الثقافه، صح؟ نعم بشكل كبير، ولذلك ممتاز. لتنوع وكثره المعلومات الموثقه بها. ممتاز، انا اشكرك جزيل الشكر ويعطيك الف عافيه اخوي خالد. السلام عليكم. الو الو الو، ترى انت على الهواء عزيزي، قاعد يسمعنا وساكت. السلام عليكم. طيب مرة ثانية أرجع أذكر أصدقائنا برقم الاتصال، هو 011-268-4488. أخونا محمد الحربي على تويتر، هلا وسهلا مساء النور. أيضا إذا ما قدر أو ما مسك معكم الخط، ممكن أنكم أنتم تكلموني أو تتواصلون معي على تويتر من خلال حساب إذاعة MBC FM أو حسابي ياسر الشمراني، وتكتب لي أيضا إيش هي المصادر المنوعة بالنسبة للثقافة اللي تكون موجودة من عندك. خلينا نسمع مستمعينا هذه الأغنية للفنانة أحلام، وبعدها نرجع يعني نأخذ منكم معلومات مهمة جدا، ويمكن بعضكم يعطينا بعض النصائح لبعض الأفلام الوثائقية اللي ممكن نسهر عليها في هذا الويكند. نسمع الفنانة أحلام في رأس قمة، وبعدها طبعا نرجع نكلمكم. حي كل أصدقائنا، يا هلا وسهلا فيكم من جديد. نرجع لموضوعنا اللي نتكلم عنه، وهو كيف نزيد مصادر الثقافة عندنا يعني بطرق متنوعة. يسعدني أيضا استقبال مشاركاتكم، وحاولوا تكلموني على تليفون البرنامج 011-268-4488. ويسعدنا أيضا يكون معنا أخونا رياض الزهراني. أهلا وسهلا فيك أخوي رياض. أهلين أهلين فيك أخو ياسر، كيف حالك؟ بخير الله يسلمك، الحمد لله، حياك الله. يطول لي عمرك حبيبي، الله يسعدك إن شاء الله. أنا الحقيقة أنا طالع الحين مستشفى الملك فيصل تخصصي، ايه؟ وأنا أسمعكم عبر الإذاعة. شدني صراحة عنوان الحلقة اليوم أو عنوان المشاركة. الحقيقة أنا حصلت على معلومة الآن، أو بالأصح درس، عن قراءة تتوقع 1000 كتاب مصادر المعلومات. عن قراءة 1000 كتاب. 1000 كتاب من مصادر معلومات. جميل. أنا 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 وأنا طالع، أي طبعا تأثرت كثير، وقابلت مدير مركز أبحاث التوحد في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وشكرته وقلت له هذا الدرس اللي يعني من الدروس اللي أثر فيني في حياتي، ومن المعلومات اللي أنا لو جلست أقرأ 1000 كتاب ما حتوصل إلى نفس المعلومة اللي أنا أخذتها في أقل من 10 دقائق. لا إحنا لازم نعرف هذه المعلومة، وشوقتنا كثير والله أخوي رياض. الله يسعدك. أنا بقول لك هي المعلومة باختصار عشان ما أطيل عليك. أنا كنت في مستشفى الملك فيصل تخصصي، يوم سوين إفنت في البرج الشمالي اللي هو مركز أبحاث التوحد. مسوين إفنت بسيط، يعني أصبحت الإفنتات الآن والمعارض هي مصادر المعلومات بشكل بالتأكيد. توصيل معلومة بشكل سريع وشكل بالفعل. عملي صحيح. أنا طبعا هم كانوا يتكلموا، الإفنت كان يتكلم عن مرضى التوحد، أسأل الله أن يشفيهم يا رب. آمين يا رب آمين. ويخلون كل واحد زائر يعيش نفس التجربة اللي يعيشها مرض اللي هو مريض التوحد. مهيئين جميع الوسائل، مهيئين جميع الأشياء التي تجعل الزائر
يعيش نفس الأجواء التي يعيشها مريض التوحد. الحقيقة أنا خصت تجربة وغطيتها في حسابي الرسمي في سناب شات، وكل المتابعين تفاعلوا، بل وصلتني كلمات لم أتوقعها أن تصل يوم من الأيام في سنابي، أو لم أتوقع أني أسمعها في يوم من الأيام. في فئة اللي هم مرضى التوحد، الحقيقة الجميع لا يعي ولا يستشعر ولا مستحيل حتى فوق الخيال تتصور كيف يعيشون حياتهم، كيف الضوضاء والإزعاج اللي هو يعيشه داخليا، وكيف حنا نقسى عليهم ونحاول نوصل لهم المعلومة ونحاول نروضهم بالشكل الخاطئ. كيف عشت التجربة؟ احكي لي ايش اللي صار. اول طبعا اول ما تدخل عندهم في الايفنت يقولون لك تبغى تعيش التجربة، تبغى تعيش انه انت انسان عندك مرض التوحد. يلبسونك نظارة، طبعا مريض التوحد يكون عنده، او في بعض مرضى التوحد يكون عنده ضرب ثقل في الاعضاء او عدم الرؤية الواضحة او وجود اصوات داخلية تجعله مما يكون لديه عدم تركيز او انتباه او عدم اتزان. طبعا يجلسونك على بالون بحيث انه ما تقدر توزن نفسك، ويلبسونك نظارة فيها او الرؤية فيها ما هي واضحة بالشكل المطلوب. يحطون لك سماعة بحيث انه انت تسمع اصوات داخلية ما تسمع الناس الخارجية اللي موجودة امامك. ويبدوا يسألونك اسئلة ويقولوا لك في حالة انه انت ما سويت اللي احنا نبغاه راح نعاقبك بزيادة الصوت هذا. بالضبط نفس مريض التوحد لما تملي عليه معلومات وتبغاه يتفاعل معك هو اصلا. الو اخوي رياض تسمعني؟ الو الو. للأسف والله وصلت جزء مهم من المعلومة، ويعني أنا أشكرك أخوي رياض صراحة، تجربة أكثر من رائعة. يعني هي ما هي بروعة أنه شيء جميل، لا للأسف، لكن هي رائعة من حيث أنه عرفت كيف يعيش هذا الشخص اللي عنده مشكلة التوحد. ونحيي أيضا اللي قائمين على هذا الإيفنت. ألو السلام عليكم. ألو ألو. طيب نحاول ناخذ الاتصال هذا. الو السلام عليكم. معك رياض. عفوا. كويس رياض، اهلا وسهلا. معليش. اي تفضل اخوي رياض. انا ما اطيل عليك، شكل الخط فصل ما ادري من عندي. المهم يعيشونك نفس التجربه، بل انه يعني احنا لما نتعامل مع اللي هم مرضى التوحد الاطفال ونملي عليهم اشياء ونشوفها ما يستجيب للاشياء اللي نقولها، هو ما هو عناد فيه بقدر ما هو قادر يوصل لك انه ما هو عارف المعلومة او عنده اشياء داخلية، يا اما ضعف نظر، يا اما ثقل في الاطراف، يا اما عدم اتزان، يا اما وجود اصوات داخلية مزعجة لديه، فتلاقيه ما هو قادر يسوي اللي انت تبغاه، وانت مو قادر تفهم انه هذا الادمي يمر في اشياء داخل. اخو ياسر انا صراحة ما أقدر أقول لك، ما أقدر أوصف لك، حتى لما أنا اليوم أغطي التجربة ما قدرت أوصل المعلومة للمتابعين بقدر ما أنا عشت هذه الخمس دقائق أو العشر دقائق اللي أنا عشتها. الحقيقة كان درس عن ألف درس. بس أحب أبشر يعني اللي يسمعون الآن، أنا تواصلت مع مدير مركز أبحاث وقلت له لازم نسوي التجربة بإذن الله تعالى بشراكة، لأنه أنا المدير التنفيذي في نادي رؤية 2030. ما شاء الله. فقلت نبغى نسوي الشراكة هذه ونسويها للمجتمعات في المولات. أي هذا أهم شيء، مكان التواجد يعني الاحتفالات العامة في الويكند في الأماكن اللي يجيها زوار العاديين، مش شرط إنه تدعوهم إلى إحدى المستشفيات، حتى ممكن تكون في طريقه يعني يستفيد درس كبير ودرس مهم جدا زي ما يعني شرحته لنا أخوي رياض. أنا والله عاجز عن شكرك والله على صراحة المعلومة اللي قدمتها. وأنا أقول من هذا المنبر جميع من يسمعنا الآن يدعو لمرضى التوحد ولجميع مرضى المسلمين، والله العظيم أنا عهدت نفسي يعني وقت التجربة أنه من اليوم ورايح راح ننظر للعينة هذه بشكل أرحم وبشكل أحن وبشكل عن ما كنا ننظر لهم سابقا، ونعرف يعني أنا بالنسبة لي عرفت المعاناة. ونوعد المستمعين بإذن الله تعالى أنه راح يكون في أحد مولات الرياض إن شاء الله يا رب قريبا إن شاء الله تفعل هذه البادرة. أنا
آسف على لا بالعكس، شكرا جزيلا أستاذ رياض، الله سعيدين بسماع صوتك وبهذا الكلام اللي فعلا يعني أثر فينا بشكل قوي جدا، أنه الواحد يعيش تجربة مثل هذه. أنا عاجز عن شكرك والله أستاذ رياض، شكرا لك. تحياتي لك أخوي. في أمان الله، في أمان الله، مع السلامة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. يا هلا ومرحبا أستاذ ياسر. الله يحييك، يا هلا وسهلا. أهلا بيك. الله يحييك. من معايا؟ معك مازن من الرياض. هلا والله يا مازن، الله يحييك، كيف أمورك؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. أصدق أستاذ ياسر، أنا سعيد مرة مشاركتي معك، وهذا أول مرة أشارك معك. الله يحييك، شرفت ونورت والله. أنا اللي سعيد سمع صوتك والله يا مازن. الله يعني أتمنى لك التوفيق وياك يا رب، النجاح إلى النجاح وياك يا رب. مازن، اليوم وش مصادر تنوع الثقافة بالنسبة لك؟ كيف يعني تزيد ثقافتك؟ وسلمك الله، أفيد ثقافتي من ناحية شو اسمه، الكتب. أيوه. في مصادر أخرى غير الكتب ممكن تتعلم منها وتستفيد منها؟ في عندك سلمك الله مثل في حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي. وبالنسبة للأفلام الوثائقية، مصادر التنوع الثقافة الأخرى؟ اي نعم. يعني بالنسبة لك تعتبر مصدر ثقافي؟ والله شوف أستاذ ياسر، يعني المعلومات عرفت عن طريق شو اسمه، مثل ما ذكرت لك، مثل الكتب، الحسابات، التواصل الاجتماعي، هذه بتصدر لك شو اسمه، بتستفيد منها في وعلاقاتك مع الناس. صحيح. بتنمي لك يعني ثقافة. ممتاز ممتاز، انا احييك والله واشكرك يا مازن، سعيد سمع صوتك اليوم. وخليها يعني هذه اول مره بس مش اخر مره، نبغى نسمع صوتك مره ثانيه ان شاء الله. شكرا. العفو، الله يسعدك يا رب. ومن يقول ومن يسمع الله يحفظك، ومن يقول ان شاء الله. شكرا لك يا مازن، في امان الله. ذكرت مستمعينا لكم في بداية الحلقة عن مقال للكاتب الأستاذ فهد عامر الأحمدي، اللي قال فيه: خير جليس في الزمان فيلم وثائقي. ويقول: لن تجد مثلي مهووسا بالكتب لدرجة أني أنا أستمر بتغليفها بمجرد شرائها، يعني أول ما يشتريها يغلفها. ومع هذا يقول: إذا خيرتني بين كتاب وبين فيلم وثائقي فسأختار الوثائقي بلا تردد. الكتاب يقول يحتاج لوقت طويل ونفس، ويقف يعني خلفه مؤلف ولا يخلو من التحيز والميول أيضا لكثير من الأشياء. مستمعينا، خلينا طبعا نتوقف لفاصل قصير وبعدها نكمل معكم هذا المقال الرائع. يا هلا وسهلا بكل الأصدقاء، وطبعا مستمعينا اليوم موضوعنا: كيف تزيد مستوى ثقافتك، وإيش هي مصادر زيادة الثقافة والمعلومات المتعددة؟ وزي ما قلنا، في العصر الحديث الجميع يلاحظ أن الشباب يشوف أنه موضوع القراءة والكتب يعني أصبح ما في وقت كبير له، بالنسبة كمان للطلاب اللي عندهم دراسات جامعية وغيره. اللي إذا كان عندك مصادر أخرى أو طرق أخرى، أو عندك معلومات، أو عندك حتى بعض الأفلام الوثائقية اللي ممكن تزودنا فيها وتعلمنا شيء استفدت منه وحاب أنك أنت تنقله لنا وللمستمعين، وممكن نتابعه في هذا الويكند ونستفيد منه بشكل كبير، ممكن تكلمنا على تليفون البرنامج 011-268-4488. مرة ثانية رقم البرنامج 011-268-4488. أرجع لكم لمقال الكاتب الأستاذ فهد الأحمدي، وقال أنه طبعا هو لو خيروه بين الكتاب وبين الفيلم الوثائقي حيختار الفيلم الوثائقي. يقول: مع العلم أني أنا مهووس جدا بالكتب لدرجة أني من يوم ما أشتري الكتاب أبدأ أغلفه على طول. طبعا يقول يعني في المقابل: الفيلم الوثائقي يسرقك، أو يسرقك الفيلم الوثائقي من المكان والزمان، ويمنحك صورة محايدة، يمنحك أيضا مشاهدة مجردة يصعب إنكارها. وإن سألتني عن أفضل الأفلام الوثائقية اللي شاهدتها خلال الفترة الماضية، طبعا يقول الأول كان فيلم لمخرج أمريكي روجر مور اسمه سايكو.
الفيلم يتحدث عن مؤامرة شركات التأمين الصحية وتحميلها مسؤولية تدني الرعاية الصحية في الولايات المتحدة مقارنة بكوبا وكندا وفرنسا وإنجلترا. أما الثاني فهو فهرنهايت الذي حقق نسبة مشاهدة خارقة وينتقد سياسة الغزو وذهنية الكابوي التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية في مشكلتها مع العراق وأفغانستان، ناهيك عن سياسة التخويف التي مارستها على الناس في داخل أو في الداخل بعد هجمات سبتمبر 2001. هذا هو المقال اللي يعني كان ينصح فيه الكاتب بتنوع مصادر الثقافة. أرجع مرة ثانية استقبل مشاركاتكم مستمعينا ورحب بهذا الاتصال معي. ألو، السلام عليكم. الله يعافيك، يا هلا وسهلا، حياك الله. هابي نايس ويكند مقدمة. الله يحييك، يا هلا والله. أخيرا قدرنا نشارك معكم يوميا، أسمع لكم وأنا طالع من الدوام والله هذا سعدنا جدا والله اتصالك. الله يعافيك عبد العزيز من الجوف. ونعم والله يا عبد العزيز، يا هلا فيك وبأهل الجوف، يا هلا وسهلا. الله يبقيك طالب عمرك. بالنسبة لموضوعكم يعني بالنسبة للثقافة، انا اشوف اتكلم لك على اني انا بداية يعني ماني بالمرة سالفة كتب والاشياء هذه، ما اقول انها مش كويسة، بس مو يعني مو كل فئة المجتمع تكون متقبلة انه يلا ابي اثقف نفسي ككتاب او الى اخره، او زي الوثائق زي ما قلت وزي ما انا سمعت. لكن انا اشوف ان الثقافة على ما قيل يعني صاحب ساحب. انا عندي زملاء يعني ما شاء الله وصلوا مرحلة دكاترة واللي يعني مناصب ما شاء الله وبعمر وفئات سنية وجلسة باستراحة، فأقدر أكون اكتسبت منهم ثقافة. يا سلام عليك، صحيح. إيه ما راح أقول لا أنا والله لازم أقرأ كتاب عشان أكون أنا ملهم. يعني أنت لازم تكون تتنقى مجموعة أصدقائك أو مثلا مجموعة أقاربك، إذا أنت ما قدرت تسحبهم للشيء الكويس يعني تحاول أنت تروح للجهة اللي أنت تشوفها كويسة وحسب ميولك انطباعك سواء تطوير ذات وإلى آخره. والله برافو عليك عبد العزيز، كلام سليم جدا. يعني مش بس الموضوع يتوقف على فيلم وثائقي ولا قصة ولا شيء، لا حتى يمكن زملائك يفيدونك في ثقافة ويرفعون مستوى الثقافة عندك. هذا كلام مؤكد 100%. هذا من ناحية يعني تجربتي وما زلت مستمر فيها، يعني أتعرف يعني الوضع ممتاز. الاجتماعي تقدر تكون مستغلة بالناحية هذه. أحسنت يا عبد العزيز، هذا وأنت أول مرة تشاركنا، عاد كيف لو صرت مستمع دائم معنا يا عبد العزيز، بنتعلم من كثير. ممكن تكون ثقافتي بعد من كثر ما. عبد العزيز، ألو. أقول ممكن ثقافتي تكون يعني تزودت من كثر ما أستمع لكم ومواضيعك الأكثر من. الله يعافيك، بالعكس والله إحنا اللي نستفيد منكم ونتعلم منكم كثير. أخوي عبد العزيز أنا شاكر ومقدر لك والله اتصالك. شكرا، شكرا لك، في أمان الله، مع السلامة. مع السلامة. مرة ثانية أذكر برقم الاتصال لأي شخص حاب يعني يعطينا طريقة أو وسيلة لزيادة الثقافة والمعلومة على 0112684488. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أخي. هلا وسهلا، الله يعافيك يا صاحب المغالب حق رمضان. الله أوه لا زمان هذا الكلام، ما شاء الله عليك. عرفت انك من جيل الطيبين الحين. الله يخليك يحفظك يا ربي. والله يا اخو ياسر انا شهاده لله وكلمه حق غاله، احنا من الناس اللي دائما نشارك معكم بالبرنامج ونستفيد منكم صراحه. الله يعافيك، احنا اللي نتشرف والله. الله يكون انت اكثر شخص يعني كنت اتابعك خاصه بايام رمضان. الله يحييك، اشياء كثيره. اي والله كانت بس والله يعني ما ادري وش اقول، انكشفنا في الفتره الاخيره ما عاد قدرنا نسوي مقالب زياده لانه صارت معروفه. خلاص احنا اللي بنسوي فيه. خلاص حاضر والله ما عندي مشكله، خلني اتعرف عليك. راشد الدوسري. ونعم والله يا راشد، يا هلا وسهلا. عليك سعود يا حبيبي. الله يحييك، تفضل يا راشد. والله شوف انا اتبع بحكم سني يعني كنا في المجالس الأول الشيبان وذا كنا نتعلم منهم العلوم والمراجل وكذا، صحيح، والثقافة وكذا. فيعني طبعا هي دخلت علينا بعد السنوات هذه زيادة في العلم وذا. فأنا أشوف الإنسان اللي أحيانا يمكن يستفيد في مجالس الناس يعني العقلاء اللي صحيح مجالس الصح اللي مو بالمجالس اللي دائما تلاقي الناس اللي ماسكة الجوالات ولا لا لا، احنا نتعلم ما منهم الحمد لله، وثقافتنا كانت بحد المعقول يعني. بس
مع الزمن تعلمنا الحمد لله لك. بالفعل أنا والله يشوف أخوي راشد أنا متأكد إنه في مجموعة كثيرة جدا من الشباب يعني احنا مو بس تعلمنا احنا تعلمنا وتثقفنا على يعني مجالس الكبار يعني في العادات في التقاليد في الدين في امور مره كثيره يعني كان صراحه يعني جلسه مع كبار السن يعني ما نقول كمان كبار السن مره لا كبار السن يعني اللي كانوا اكبر منا في ذيك الفتره عرفت كانت تزيدنا كثير صراحه من المعلومات ومن الثقافه ومن العادات ومن يعني علوم كثيره صراحه والله كنا نستفيد صراحة جدا جدا يعني حتى في علم الرجال يعني لما يجي يخش المجلس أنت كأصغر واحد خلاص أنت تمسك الدلة وتكاوي الرجاجيل تتعلم كيف تمسك الدلة باليسار وتمد يدك باليمين وهذا الحين في أشياء ما نشوفها صراحة نتعلمها بس الحين شوف الحين هذا اللي احنا نتكلم فيه اليوم اخوي راشد اليوم تغيرت المصادر تغيرت الحياة بشكل عام فلا بد انه يطلع مصادر جديدة لزيادة الثقافة عرفت فصار عندك الجوال يعني الجوال صار فيه اي شيء تبغاه بكبسه زر تعرف معلومات عنه يعني في بعض الاحيان في بعض الاحيان يجي احد يجيه انفلونزا ولا التهاب في الحلق يكتب وش علاج الانفلونزا من المصادر الطبيعيه يلقى زنجبيل يلقى يعني امور كثيره ف يعني يستفيد الشخص صحيح ليتهم لحقين على الابره اللي حقت التصحين هذيك هذه اللي تقعد طول الحياه في الكتف نعم والله الله يعطيك العافيه ما ودنا نطول عليك الله يحييك ونستفيد بعد ان شاء الله منكم ومن الناس المتصلين الله يعافيك احنا اللي نستفيد منكم اخوي راشد الله يعطيك العافيه حبيبي احلى ويكند ان شاء الله يا رب ان شاء الله شكرا جزيلا لك في امان الله مع السلامه مع السلامه الو السلام عليكم وعليكم السلام يا هلا ومرحبا حياك الله الله يحييك ترى انا اول مره اطلع في شو اسمه كنت بجرب حظك بدك وبشوف الله يحييك اول شيء اسعدتنا احنا شوف اقول لك شيء انا ودي نسوي يعني نسوي زي العرض للي يتصلون اول مره نسال اول شيء خليني اتعرف عليك اي معك عبد الله الكويس من الرياض هلا وسهلا يا عبد الله الله يحييك احب امسي على الوالد اللي يسمعني الله يحفظه ويخليه لك امين والله ويخليه لك آمين يا رب. وش الموضوع عاد تتكلموا ترى ما ادري وش احنا اليوم نتكلم عن يعني تعرف داخلين على ويكند وما ودنا الويكند يكون كله كذا يعني رايح في يعني اشياء ما نستفيد منها فقلت اليوم وش الاشياء اللي ممكن احنا نزيد فيها نتعلم فيها بدون يعني من غير الكتب من اشياء مثلا الافلام القصص الاشخاص ايش هي مصادر التنوع الثقافة بالنسبة لك؟ انا اشوف الكتب اوكي شيء جيد بس انه شيء قديم احس انا بالنسبه لي كتب الان يعني في يعني وسائل التواصل الاجتماعي انا عن نفسي اخذها من الانترنت صراحه اي معلومه احب ابحث على اي شيء ومصادقه الناس انا في غلط ارتكبته اللي هو اللي اذا تصادق اللي اصغر منك هذا ما راح تستفيد منه اي شيء خذها مني انا يعني عن تجربه احب اصادق اللي اكبر منه لاني راح استفيد منهم اللي اكبر مني على مثل صاحب الكبير تكبر نعم نعم وانا لاحظت لما صادق الصغير احس نفسي بذر للامانه كاني انزل له تحت محشوم الله يعافيك ان شاء الله يستمرني عاد اللي اقصدهم يعني وعارفين منهم بس خلاص هذه وجهه الله يعطيك العافيه سعيد سمع صوتك يا عبد الله يا حياك الله يا هلا وسهلا اذا تبغى ترجع عبد الله عندنا عرض لك اذا تبغى ترجع تسمع اتصالك لا الويكند الجاي ان شاء الله لا لا اقصد اليوم اذا تبغى ترجع تسمع اتصالك ادخل على اللايف في الانستا على حساب اذاعه ام بي سي اف ام وراح تشوف الحلقه وتسمع اتصالك على الهواء الله يا ريت والله اوكي وسجل وسناب وارسل للشباب الله يعافيك عبد الله سعيد سمع صوتك شكرا لك الو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مساء الخير مساء النور ترى برضه أنا نفس الأخ الأول أول مرة أكلمكم الله يحييك يا هلا وسهلا أختي الله يحييك يعني أكلمك أنت بالذات يعني الله يحييك أتعرف عليك معك نورة هلا وسهلا أختي نورة حياك الله أخبارك يا أنت صح اسمك ياسر أي نعم أي نعم نعم الله يديك العافية الله يعافيك بس أنا حبيت أقول يعني شوية كم كلمة أقول نهاية أسبوع اليوم لا تنسوا من زيارة الكبير السن الجد والجدة والوالدين يعني
عشان بعضهم مشغولين بالدوام، تعرف انت تقريبا 4 أيام أو 5 أيام مشغولين، ونهاية الأسبوع لازم تروح لهم لأن أكثر مشتاقون، ما فيهم يتحملون 3 أيام أو 4 أيام عن أولادهم، لازم تزورون أهلكم وتونسونهم، تشوفون مش يبغون من الطلبات وتنفذوا لهم. جزاك الله خير يا نورة، والله إحنا اللي نشكرك يا نورة، شكرا لك على هالكلام الطيب. شكرا لك، في أمان الله، مع السلامة. ألو، السلام عليكم. سلام. هلا ومرحبا، حياك الله. أسعد الله مساك. الله يسعد مساك وأيامك يا رب، الحمد لله بخير. معك ماجد الحربي من جدة. هلا والله يا ماجد، الله يحييك، كيف حالك؟ الله يسعد أيامك. موضوع اليوم ما أدري عن الإجازة لا لا حكي. إحنا اليوم نتكلم عن إيش مصادر تنوع الثقافة بالنسبة لك أنت، من وين تتعلم يعني مصادر ثقافية، من وين تزيد معلوماتك العامة يعني، هل فقط تعتمد على الكتب ولا في وسائل أخرى؟ والله الكتب ما عاد في حد يقرأ كتب الآن، قليل بيقرأ كتب الآن. طيب وش الوسائل البديلة؟ برامج الجديدة حق السوشيال ميديا يعني وفرت حاجات كثيرة يعني. وتطبيقات يعني سهلة وأمورها سهلة يعني. وبرضو المجتمع، إحنا مجتمعنا برضو المجالس اللي نجلس فيها مع المناسبات والحاجات هذه تتعلم منهم حاجات كثيرة. ممتاز، حلو. يعني أنت تحرص مثلا الويكند أنه يكون عندك يعني مجموعة معينة تجلس تستفيد منهم تتعلم منهم مثلا في مجالات غير مجالك؟ والله إذا في مناسبة، أنا بالعادة مناسبات يعني بتكون مناسبات أكثر شيء. جميل جدا. الويكند يعني مجتمع فيها. جميل جدا ماجد، إحنا نمسيك بالخير ونتمنى لك إن شاء الله ويكند سعيد. شكرا لك، تحياتنا لك يا ماجد. شكرا لك. مستمعينا لا تروحون بعيد، فاصل قصير وبعدها برجع أخذ مشاركاتكم مرة ثانية. تليفون البرنامج هو 011-268-4488. من جديد رحب بكل المستمعين وأهلا وسهلا فيكم. اليوم نتكلم عن كيف نزيد مستوى الثقافة بتنوع المصادر اللي موجودة في هذا الزمن. على 011-268-4488 أرحب أيضا بالأصدقاء الأوفياء الجميلين المميزين اللي تابعونا على الأنستا لايف في حساب إذاعة بي سي اف ام. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. هلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك. الله يسعد مساك، الله يعافيك. الله يطول بعمرك، الموضوع ممتاز جدا صراحة، وهو نهاية وكينج فعلا الواحد يتنوع أفكاره بين أنه يروح سواء مثل ما قلت يتابع أفلام أو يقرأ كتب، لكن أنا أفضل أنه الحين وقت الحالي أنه الواحد يعني المخالطة بالمجتمع هي أكبر دافع لنشر الثقافات يعني. فأنا أشوف أنه المشاركة والدخول بالمجتمع والدخول بالإنترنت والمحادثات مع مجتمعات أخرى سواء عندنا أو برا هي تقريبا هي أهم الحين وقت الحالي، أهم نشر الثقافات يعني وكتاب الوقت بشكل ممتاز. وش ما تعرف على اسم الكريم؟ حمد بن قصيم. هلا والله يا حمد. حمد، انت عندك حرص مثلا انه انت تشوف ثقافات مختلفة غير ثقافاتنا في السعودية، يعني عندك حرص انك تشوف ثقافات العالم، شعوب العالم كيف تعيش، كيف يعني تنوع مصادر دخلها، كيف يعني، ولا ما تتابع؟ لا 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 اكيد، بالعكس هذا افضل شيء، ولا راح تقعد بدائرة صغيرة منغلقة حياتك. فمن أهم الأشياء اللي قلتها هذه ذكرتها أنه تطلع على العالم الخارجي حتى لو ما استفدت منهم يعني. صحيح. لكن تطلع تكون عندك خلفية فقط يعني. بالفعل أنا أحييك وأشكرك والله يا حمد. شكرا لك، في أمان الله. ألو، السلام عليكم. سلام. يا هلا ومرحبا، حياك الله، مساء النور. بارك الله يعافيك. والله بخير الحمد لله. معك محمد أم طير. هلا والله أبو حميد، يلا حيو صديقنا محمد. تمام، الله يعافيك. حيرا الكب اليوم يا محمد، أبغاك تعلمني ها على شيء ولا فيلم ولا حاجة نتابعه في الويكند. محمد وين رحت؟ أخو العيال راح محمد. والله أنا خفت محمد تقول لنا أنه يعني موضوع كبسة ولا شيء، لكن ما في مشكلة. ألو، السلام عليكم. اليوم السلام. هلا ومرحبا، حياك الله. أبقاك الله طال عمرك. هلا وسهلا، تعرف عليك؟
معك ابراهيم الشهري طال عمرك. ونعم حياك الله يا ابراهيم. طال عمرك والله العلي العظيم اني احبك في الله. احبك الله يا ابراهيم. والله يشهد الله احبك الله يا احبك الله هذا من طيبك يا ابراهيم. صوت جميل طال عمرك جدا. الله يحفظك تسلم يا ابراهيم. الله يسعدك طال عمرك. طيب اشارك في الموضوع طال عمرك بقول إيه؟ مخالفه القبائل قبائل العربيه. نعم تتعلم ثقافات تتعلم هذا والله عن نفسي أنا يعني أعطينا معلومة كذا أنت استفدتها ولا والله يعني ما أدري كيف والله ما عندي إجابة طبعا. يعني مثلا إحنا عندنا عادات وتقاليد في إكرام الضيف صحيح؟ صحيح. في المغرب العربي عندهم عادات وتقاليد مختلفة في إكرام الضيف يعني تختلف يمكن في المأدبة في طريقة الترحيب صح ولا لا؟ صحيح. هذه انا متاكد انك تعرفها بس انه يمكن فاجاتك بالسؤال. والله شيء يعرفه وشيء ما يعرفه. صادق صادق لا بالفعل كلام سليم والله يا ابراهيم. الله يسعدك طال عمرك. ومن يقول الله يسعد ايامك اتمنى لك ان شاء الله ويكند سعيد وايام سعيده يا رب. الله يسعد ايامك. تسلم الله. تسلم في امان الله مع السلامه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اخوياك. هلا ومرحبا محمد. كيف حالك؟ اي نعم. اي زينك رجعت يا محمد. لا لا ظهر فيه محمد اثنين دقوا عليه. انت مش اللي قفل قبل شوي اللي راح خطه؟ لا لا مش انا. اوكي 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 على اسمه. هلا والله محمد انت من المدينه صح؟ لا من الشرقيه. بس ترجع من المدينه؟ لا لا الشرقيه انا ساكن بالشرقيه. اي بس من وين ترجع؟ من الرياض. والله والنعم والله يا محمد حياك الله. انا اللي حبيت بس اشارك فيه انا سمعت الشباب ما قصروا وقالوا كل شيء بس انا سمعت ياسر تقول ابره حقت الكتف هذه ليش هي الوحيده ما راحت ليش وش المشكله فيها وش السالفه والله ما ادري والله ما ادري ما ادري تذكر يوم جوك في اولى ابتدائي عفا عليك هي الوحيده انا بس بعرف ليش ما راحت من ضد البر هذه والله ما لحق عليها الا الطيبين بس والله علامه يعني موجوده في الكتف علامه الجوده اي والله اي والله الله يمسك عليك الله يمسيك بالنور يا محمد سميع بسعد صوتك سعيد بسمع صوتك شفت كيف كلجنا يا محمد الو السلام عليكم السلام هلا ومرحبا يا هلا بك هلا وسهلا الله يحييك الله يحييك تعرف عليك معك نواف طال عمرك ونعم يا نواف حياك الله ونعم حالك اول شيء الاجواء هذه مع صوتك جدا جميل التوقيت الله يخليك تسلم امطار ونسمع الصوت لكن ما شاء الله وين المطر بالرياض ما شاء الله تبارك الله صادق اليوم الجو كان مغيم انا بس في الاستديو ما انتبهت اللي اليوم ما هو بالرياض راحت عليه ان شاء الله الله يديمها يا رب يقولون كمان متوقع بكره يكون في اجواء كمان جيده ان شاء الله تستمر 3 ايام ان شاء الله ان شاء الله يا رب نواف انت من صوتك ومن دخلتك في احوال الطقس انا متاكد انه عندك معلومات كبيره جدا والله انا المعلومات اللي ابي اقولها انه في الوقت الحالي احنا يعني صحيح انه ثقافات يعني والاختلاط بالمجتمعات الثانيه صحيح انه فيها فائده كثيره لكن مع قل الشباب وانقراضهم بالفتره الحاليه الا اننا فقدنا حكم يعني كبيره ما كنا نحسب لها 1000 حساب يعني كانوا يعني مثل حكمة الوالد كان يقول الله يرحمه كان يقول الله يرحمه روح وحدك ترجع راضي وش المقصد فيها المقصد فيها انه لما انت تروح وحدك يعني اكيد انه ما في احد يعني بيشغلك بروحه بجية يعني ترجع راضي عن نفسك شوف سبحان الله شوف هذه النصيحة يمكن الوالد في فترة معينة لكن شوف الآن في بعض الـ يعني الـ اللي يهتمون بتطوير الذات والشخصية وتنمية الشخصية يقول لك سافر لوحدك صحيح لأنه إذا سافرت لوحدك تتعلم تستفيد أنت من يدير يعني في بعضهم يقول لا السفر من غير صحبة ما يسوى لكن لحالك بالعكس يعني مش خسارة أبدا إحنا مشكلتنا ولا أخوك إنه ما ناخذ بالحكم القديمة إلا لما تطلع دراسات غربية وعلى إحنا نتفق عليها وعلى فكرة نواف هذه الدراسات ترى كلها ترجع وتصب في نفس الحكم السابقة حقتنا نعم صحيح الآن يعني الوالدة لا زالت تقول لنا إلى يومك تقول لنا يعني اتبع مبكاتك لا تتبع مضحكاتك
الله اتبع لي بكونك ولا تتبع لي يضحكونك. صحيح يعني في حكم والله قيم، لكن انت ما تنظر لها الا بعدين لما تكبر بالعمر وترجع الذكريات فعلا تتاكد انه يعني هذه يعني حكم قيمه. صح، لكن اللي بتكلم عن الثقافات يعني انا اشوف في الناس يعني قلت القرايه بالكتب، يعني اشوف في تصوير وفي وسائل التواصل الاجتماعي. انا اشوف كتب لكن نادر ما تلقى احد يقرا، وبالنسبه للي يقرا بالانترنت يعني عاده يعني غالبا ما تكون مغلوطه كثير، دائما تكون فيها اغلاط او انها مكذوبه. فدائما الكتب لما تكون يعني تقراها من الكاتب نفسه موثقه هذه تغنيك عن وعلى فكره ترى الوثائقيات الافلام الوثائقيه والمصوره او التاريخيه المصوره هي نفس الكتب موثقه تكون، يعني لانه ولا ما ترخص انها تطلع، فهي هي تكون نفس الكتب بس انها بطريقه مشوقه وطريقه مختلفه. صحيح، انا ما قلت لك هالكلام لانه يعني اوقات اقرا معلومات وسائل التواصل الاجتماعي فاعرضها انا بمجلس او زي كذا فتكون فعلا مغلوطه، يكون او في احد مطلع على كتب فيصحح لي الغلط هذا. فاحنا لازم ننتبه للشيء هذا انه التواصل الاجتماعي ما هو كل شيء. بالفعل انا اشكرك جزيل الشكر يا نواف، الله يحفظ لك الوالده ان شاء الله يا رب يطول بعمرها. وياك، يشرفني اني اسمع صوتك على هالمطار. الشرف لي والله يا نواف، السعادة. الله يسعد ايامك، هذه اتمنى نسمعك اليوم. تسلم يا حبيبنا، شكرا جزيلا لك يا نواف، الله يطول عمرك، ما قصرت في امان الله. شكرا لك، شكرا لك. مستمعينا وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم، اشكر كل شخص اضاف لنا اليوم معلومه جديده او يعني طريقه جديده نستفيد منها. وزي ما قال زميلنا محمد، في الوقت الحالي ومع التطور صار في قنوات على اليوتيوب متخصصه هذه القنوات للكتب، ويلخص لك الكتاب بطريقه مبسطة ما تتعدى 10 دقائق، يعني فقط 10 دقائق أنت تلخص هذا الكتاب، ولها متابعين كثير لأنها بسطت على المتلقي الكتب وبأسلوب شيق جدا. مستمعينا أتمنى لكم إن شاء الله قضاء ويكند وعلى أجواء الحلوة هذه. نبغى نسمع الفنان محمد عبده، والتقيكم إن شاء الله الأحد القادم الثانية ظهرا. تحيات معد البرنامج أحمد الشهري، ومني محدثكم ياسر الشمراني، في أمان الله.